انطلقت في ناحية يثرب جنوبية محافظة صلاح الدين بطولة لكرة القدم حملت اسم الفقيد العميد جاسم محمد حسين مدير شرطة الناحية وبمشاركة 24 فريقا شعبيا. تقيم منتدى شباب ورياضة يثرب بطولة على روح المرحوم الشهيد العميد جاسم الله يرحمه برحمته الواسعة، وبدعم وإسناد من قبل الأستاذ محمود نائب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين. لكن احنا نستمر هذه الفرصة ونطالب من مديرية شباب ورياضة صلاح الدين وبطريقها عن طريقها إلى السيد المحافظ المحترم برعاية شريحة الشباب والرياضيين في ناحية يثرب، كون هذه الناحية عدد الرياضيين بها يفوق 500 رياضي، ومحتاجين إلى ترميم هذا الملعب كونه ملعب ترابي يحتاج إلى زرع من الثيل الطبيعي وإنارة وإيصال الماء. الرياضيون في يثرب طالبوا عبر صلاح الدين بإنشاء ملاعب رياضية تتناسب أعداد الجماهير الرياضية بعد تعرض أغلب ملاعب ومؤسسات المنطقة إلى التخريب من قبل عصابة داعش الإرهابية. يعني حقيقة ناشدنا يعني كثير على أنه الملاعب لا تصلح للعب، هكذا جماهير متعطشة لكرة القدم وافتتاح البطولات في ناحية يثرب. حقيقة يعني نناشد السادة المسؤولين في المحافظة، السيد مدير ناحية يثرب، السيد النائب ناسك مدى قريب، السيد نائب رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين الأستاذ محمود جاسم إبراهيم، أنه ينظرون إلى الجماهير المتواجدة في ناحية يثرب أنه بإنشاء ملاعب أو إنشاء ملعب ناحية يثرب الذي تعرض إلى هجمات داعش الإرهابي. ناحية يثرب تفتقر هواي مجالات بالرياضة، إحنا نشوف نعاني منها بهواي أمور. كرة القدم تعرف بها بالآونة الأخيرة التطور إلى ملاعب إلى بنى تحتية، إحنا ما نشوف نعاني من هاي بناحية يثرب، وخاصة بالأرضية الملعب مثل ما أشوف. وإن شاء الله إن شاء الله بقادم الأيام إن شاء الله نكون بالأفضل. روح المحبة والسلام رسائل بعثتها هذه البطولة إذ لاقت بين مختلف المناطق المجاورة ليثرب لتكون البادرة الأولى لانطلاق فعاليات أخرى تجمع شمل أبناء المحافظة في سباقات وماراثونات رياضية. دعم منا للفرقة الشعبية في ناحية يثرب وأطرافها من المناطق المجاورة تقرر إقامة بطولة لكرة القدم للفرقة الشعبية في ناحية يثرب، وفاء منا لروح المرحوم العميد جاسم محمد حسين مدير شرطة يثرب السابق الذي وافته المنية قبل 3 أسابيع، وتأتي هذه البطولة دعما للفرقة الشعبية المشاركة ودعما منا للشباب والرياضة في يثرب. وإن شاء الله لن تكون البطولة الأولى، وستكون هناك بطولات أخرى ثانية وثالثة وعلى مختلف الأصعدة، سواء بطولة بكرة القدم أو بطولة لكرة الطائرة والسلة وأيضا سباق الماراثون الرياضي. نتمنى من الفرقة الشعبية الاستفادة من هذه البطولة، وكذلك نتمنى منهم إشاعة روح المحبة والسلام بينهم. انتعاش الحركة الرياضية في ناحية يثرب من خلال إقامة البطولات الكروية لخلق المنافسة وظهور المواهب الشبابية داخل الفرق الشعبية. من ناحية يثرب عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.